صباح الخير، صباح الإرادة، صباح المساندة، صباح الانتصار. اليوم معاكم فقرتنا الرياضية خاصة لمرضى السرطان، حبينا إنه تكون تمارين خاصة لهم بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، فعملنا تمارين خاصة إنه يقدروا يعملوها. بعرف إنه مع العلاج الكيماوي مرات العضلات ما بتكون قادرة، فحاولنا إنه نعمل تمارين خاصة لهم بهذا اليوم. بدي أشكر زملائي معنا اليوم اللي جايين يساعدونا وبهاي الفقرة. رح نبلش أول شيء بالإحماء، ناخذ شهيق، زفير شوي شوي، كمان شهيق، زفير. هلا بدي توسعوا رجليكم شوي شوي ونفتح ايدينا هون، نتني الرجل هون، تاني ووسط، كمان تاني ووسط شوي شوي، طبعا اقل من مهلكم قد ما بتقدروا. هلا من هون سريع شوي شوي مع الموسيقى، اشي بسيط، طبعا تمارين بسيطة بتساعدكم انه تقووا عضلاتكم وعشان نفسيتكم كمان. هلا من هون منوقف هون ومنعمل اطالة ومننزل شوي شوي، نطلع على الوسط ومنغير على الجهة الثانية هون. هلا من هون بدي اياكم تسكروا رجليكم شوي شوي وتنزلوا لتحت شوي شوي، اتنوا رجلكم هون، حطينا طبعا مخدات عشان تساعدكم شوي شوي تركوا على جنب. هلا من هون الرجل على الجنب، نريح عند الفرشه، نطلع لفوق. طبعا كل واحد فينا لابس رمز، كلمه بتعبر عن مساندتنا لجميع مرضى السرطان. لفوق. هلا هون كمان تمرين يقوي العضلات الجانبيه للرجلين. هلا من هون بنطلع لقدام شوي شوي، لقدام ولورا، ممتاز. هلا من هون بدي اياكم تلفوا شوي شوي على المخده، تحطوا ايديكم نفس الرجل، رح نرفع لفوق وننزل. كلها تمارين خاصة لكم، تقدروا تريحوا راسكم هون لفوق ولتحت، نقدر نريح الراس أو زي ما زملائي عاملين نغير رجلي الثانية فوق ننزل لتحت ولفوق. طبعا كلها تمارين بسيطة، أهم شيء إنه نحاول نضفق الدم لعضلاتنا، هذا كله علاج كمان. لفوق ولتحت. هلا من هون بدي اياكم توقفوا شوي شوي، تلفوا على الجنب شوي شوي، تقوموا تاخذوا المخدة على الجهة الثانية. هلا رح نعمل الجهة الثانية زي ما عملنا قبل شوي، نرفع لفوق ولتحت هون. طبعا بدنا اياكم دائما تربطوا النفس في الحركة، كثير مهم. من هون زي ما انتم شايفين، هلا بنوقف هون، نطلع لقدام وورا. كثير مهم انه تسمعوا الموسيقى، الموسيقى غذاء الروح، خليكم دائما نشيطين وتعطيكم طاقة إيجابية. وزي ما انتم شايفين ربطنا الحركات مع الموسيقى، مع موسيقتنا العربية. هلا من هون بنغير وبنلف على ظهرنا، التمارين اللي وراها راح تكون تمارين خاصة لمنطقة الحوض هون ومنطقة المعدة. هلا رح نبلش تمارين المعدة للمنطقة الوسطى من الجسم، رح نطلع شوي شوي زفير لفوق وننزل شوي شوي لتحت. كمان مرة نطلع الزفير، نشد عضلات المعدة وننزل شهيق. طبعا زي ما انتم شايفين التمرين جدا بسيط خاص لكم، المهم تعملوا تمرين خاص للمعدة وتدفقوا الدم لهي المنطقة. أنا قبل شوي دفقنا الدم للرجلين، كمان نطلع لفوق مع الموسيقى، منوقف هون ومننزل شوي شوي لتحت. هلا من هون بدي اياكم تعملوا دوائر بسيطة. هلا من هون رح نعمل تمرين بسيط جدا، رح نطلع
منزل لتحت، ننزل لتحت كمان، حط ايدينا وننزل. هلا بدنا نعمل دوائر هون، ايدينا نفتح شوي شوي، بس نرفع شوي ونفتح ايدينا. برافو، شوي شوي. طبعا كلها تمارين بسيطه لكم. كمان نرفع لفوق. هلا اذا ما قدرتوا تعملوا التمرين، عضلاتكم مش مساعدكم هون منيح، يعني حاولوا تعملوا قد ما بتقدروا. هلا التمرين اللي وراه رح نمسك الرجل، واحد اثنين ونوقف وننزل، واحد اثنين ثلاثة وننزل، كمان واحد اثنين ثلاثة وننزل، ثلاثة اثنين واحد، نوقف هون، ايدينا فوق زي ما عملنا التمرين الأول. هلا بدنا نفتح من تحت ونطلع لفوق، كمان نفتح ونطلع لفوق. كلها تمارين بسيطة. ممتاز. هلا من هون رح نعمل تمارين توازن، نحط رجل ونوقف شوي شوي ونلف وجهنا ونقعد على أربعة. من هون رح نحط إيدينا نرفع فوق، تمرين توازن للمعدة. كمان هذا هون بشغل الإيدين وبقوي لكم المنطقة الوسطى. كمان نطلع لقدام هون، نفرد إيدينا، كمان لفوق ونمد إيدنا. هلأ من هون بدي إياكم تعملوا هون، نفتح إيدينا، نفتح وندخل لجوا. كمان نطلع لفوق، تمرين بسيط للخواصر وبنفس الوقت بقوي الإيدين. كلها تمارين خاصة إلكم، ياريت دايما تشاركونا بهاي الفقرة وتعملوا رياضة لها كتير كويسة إلكم. نرفع الإيد الثانية، الإيد الثانية فوق وننزل لهون تحت، كمان نطلع لفوق. حاخترنا لكم أغاني بسيطة كلماتها جميلة. كمان ننزل لتحت، نرفع لفوق. طبعا شهيق وزفير، لا تنسوا دائما النفس. هلا من هون بنطلع بس لقدام ولورا، تمرين بسيط. كمان ننزل لقدام ولورا، تمارين بسيطة. حاولوا تعملوا معانا قد ما بتقدروا، إذا حسيتوا بالتعب ارتاحوا، حاولوا تاخذوا شوية راحة إذا تعبتوا. هلا من هون نجيب المخدة ونحطها ورانا ورح ننزل لتحت هون، نقعد على المخدة ونوقف. خليكم انتوا على الجنب، أنا رح ألف لقدام عشان تشوفوا. كمان ننزل، نفتح ونسكر، كمان نفتح ونسكر، كمان كمان ننزل لتحت. آخر حركة ننزل لتحت هون، ناخذ لفوق هون. هلا آخر تمارين رح نعملها إطالة، خلينا نلف كلنا وجهنا لقدام، نحط المخدة قدامنا هون. رح نعمل تمارين بسيطة بس عشان نعمل إطالة للعضلات اللي شغلناها. أول تمرين بنحط إيدنا هون، رجلنا هون على جنب، نفرد إيدينا هون وبننزل شوي شوي لتحت، بنمد الإيد لفوق. هاي كلها إطالة للمنطقة اللي اشتغلنا عليها قبل شوي. هلا إذا مش قادرين تقدروا ترتاحوا، نغير الجهة الثانية، نفرد الرجل الثانية هون ونفرد شوي شوي. طبعا نربط دائما النفس في الحركة. هلا بدي اياكم تنزلوا هون على المخدة، تريحوا شوي لقدام، تحطوا ايديكم
من هون نقدر نحط المخدة ورانا، نحط ايدينا عشان نعمل إطالة للظهر، نحط ايدنا على المخدة نطلع لفوق. نغير الاتجاه، الايد الثانية فوق وننزل لتحت. نفتح ايدينا هون قد ما بنقدر، بعدين نعبط نفسنا ونكون فخورين باللي عملناه. نضغط لجوا هون ونفتح شوي شوي. هلا من هون نرفع الايدين على جنب، نمسك ونعمل زي دائرة بسيطة لمفصل الكتف شوي شوي. نغير الجهة الثانية من هون، نفتح شوي شوي. كل هذا عشان فكفك مفصل الكتف. هلأ من هون بدي اياكم تاخدوا على الجنب جنب، وبعدين نثبت بالنص الجهة الثانية هون، وننزل هون. هلأ بنفتح لورا شوي شوي ولقدام شوي شوي، كمان نرجع شوي شوي لورا. هلأ من هون بدياكم تقعدوا على المخدة ترتاحوا شوي، تقعدوا هون ونعمل زي جلسة تأمل ونفس. نريح ايدينا هون ونفكفك الكتاف شوي شوي، كمان نفكفك قد ما بنقدر، ودائما نفكر بطريقة إيجابية. نحاول كل ما نكون مبسوطين نفسيا رح تقدروا تقاوموا المرض، فدائما نفكر إنه إحنا موجودين حتى نقدر نقاوم هذا المرض ونعيش حياة أفضل. هلأ من هون ناخد شهيق، نرفع ايدينا لفوق جنب الدينين وزفير، نفتح هون ايدينا لورا، نمط عضلات الرقبة لورا شوي شوي، ننزل لقدام شوي شوي عشان نفك الظهر، ننزل لتحت. نطلع شوي شوي لفوق، وده ضروري تمارين الاسترخاء. حاولوا قد ما بتقدروا تعملوا تمارين الاسترخاء وتتأملوا وتحاولوا ترخوا كل عضلاتكم، لأنه النفس كمان زي غذاء، غير أنه الموسيقى غذاء الروح النفس كمان، فضروري دائما تتنفسوا وتعملوا تمارين الاسترخاء والتنفس والتأمل. إن شاء الله تكون الحلقة تبعتنا اليوم قضت الواجب يعني قد ما بنقدر. بدي أشكر شهد، بدي أشكر لين، بدي أشكر أيهم، وبدي أشكر علي طبعاً اليوم كانوا معانا اليوم، هم مدربين حبوا أن يشاركوني هالحلقة، كلهم تبرع منهم أشكرهم. شكراً لكم، إن شاء الله تكون حلقتنا يعني قضت الواجب. نشوفكم بحلقات الجاي مع برامج حركة، وإن شاء الله بالسلامة، يعطيكم العافية.